أهلا بكم في النشرة المحلية. البداية بقطاع النقل، وفي إطار مخطط ربط مدينة وهران بضواحيها، أطلقت المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية لناحية الغرب خطا جديدا بين وهران ووتليلات، كما استطرت السلطات الولائية برنامجا خاصا يتلائم مع ساعات العمل خلال شهر رمضان الكريم. محمد الأمين بقدوري. بسعر 40 دينار قللت تذكرة القطار هاته من تكاليف وصعوبة التنقل اليومي لهواري بين مقر سكناه بوادي تليلات ومكان عمله بوهران بعد ربط النقطتين بهذا الخط الجديد. الحمد لله بارابول اللي كنا نروحوا في البيسوغا، الحمد لله زادونا ترى إضافي، راه يروح لنا منا على 6 صابا لاباس. حنا الوقت اللي تكمل فيه تطلع كاين تاع 4:30، كاين تاع 5:30، كاين تاع 6:30 ثاني، راه يجي دي فوا متناول جميع 400 صافا، 30 كيلو ب 400 مليحه. وعلى غرار هواري، دخول هذا القطار حيز الخدمه صار يمثل حلا اقتصاديا ملموسا للمواطنين، ويخفف عنهم عن البحث عن وسائل نقل بديله. ترى هذا رانا في رحمه ورانا في نعمه، بسيتو في هذا واحد السيمانه قبل رمضان بدا. راك باطل، غادي الوهران باطل. كما انا وليداتي صحيح الحمد لله تعال 2003 بزاف، الله يجعل البركه. ارتأت الشركه الوطنيه للنقل بالسكك الحديديه في برمجه خطوط جديده، وهي على مستوى مدينه ارزيو ومدينه وتليلات، وهي بخمس رحلات على مدينه تليلات وثلاث رحلات على مدينه ارزيو. كما تم تكييف برنامج خاص للرحلات يتناسب مع شهر رمضان. وفي الشأن التنموي، تشهد بلدية باب زوار بالعاصمة عملية عصرنة وتهيئة أحياء وشوارع المدينة، إضافة إلى تجهيز فضاء ترفيهي بمختلف الألعاب الترفيهية. وهبة مزوج. الشارع الرئيسي قرار زيج وسط باب زوار يعرف عملية تهيئة لواجهات المحلات وزيادة مساحة الأرصفة لإعطائه طابعا عصريا يليق به، خاصة وأنه يعرف توافدا كبيرا للزوار الذين يقيمون بالفنادق المجاورة. المساحات هذو اللي زادوا داروا زادوا فيها النص، والحمد لله يعني ماذا بينا من الأوقات الأخرين ثاني يكونوا أكثر وأكثر. داروا هذا البولفار ساعد بزاف الناس باش يمشي، وساعد بزاف الناس باش ثاني يفطروا باش ياخذوا لي بوست تاعهم، دونك أتيرا بزاف للناس باش يولوا يجوا له. عفسنا راني حاب نبروبوزيها أنا هكا، جو با راح يلحق هذا الميساج، أنه بوكوا با يديروا دي شابيتو هنايا، بوكوا با يديروا دي فليوريس، بوكوا با يديروا عفايه الشابين هكا اللي راح يزيدوا أونكور ياتيريو الناس. الوجهة اللي داروها الكونسيبت داروها كاع أوني كاع موحدة، شغل بهات الحاله ولات الحاله شابه بارابور اللي كانت ستيندات هذوك، شغل فوضوي مي هكذا كيخدموها ولات عفسه شغل انيقه كما يقولوا تعجب بالعين. ما بالغاشي هكذا ثاني يجي ماشي دوك هذيك زادوا يعرفوا بلي بلاصه زادت تنقات الاخرى، يزيدوا يقعدوا الاز ماشي كيما زمان. وبحي الأعمال وعلى مقربة من المركز التجاري منتزه حضري يضم مرافق ترفيهية ورياضية مختلفة. وفي هذا الإطار تم الشروع في عصرنة شارع قادة رزيق، والذي خصص له مبلغ مالي يقدر 250 مليون دينار جزائري، والذي هو حاليا في على مستوى الانتهاء في الأشغال به، حيث ارتأينا أن نعطيه طابع عصري فيه فضاءات ترفيهية وفضاءات لعب، فيه يعني حتى نظرة جديدة اللي هي خلق سكيت بورد. المبلغ المخصص لهذا المشروع ب 382 مليون دينار جزائري. هي نظرة متجددة لعصرنة شوارع العاصمة وتطويرها. وضمن المبادرات التضامنية المقررة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية إليزي، يسعى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية إلى مساعدة هذه الفئة للاندماج السريع في المجتمع والتكفل بهم نفسيا وبيداغوجيا. إبراهيم بالخير. أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية بولاية إليزه يستقبله عديد الفئات العمرية بين 4 سنوات إلى 18 سنة، يستفيدون من برنامج تعليمي يساعده على الاندماج السريع في المجتمع. تعلمت فيه القراية وتعلمت فيه الكروشي والتنيبل. تعلمنا اللغة العربية والرياضيات، تربية علمية وتربية مدنية. بالنسبة للبرامج المقدمة احنا نخدمو وفق المقاربة البيداغوجية لتيتش، حيث يشمل هذا البرنامج عدة برامج من بينها برامج لتدعيم التواصل الحسي البصري السمعي اللمسي. يتوفر المركز أيضا على جناح خاص يعنه بالمرافقة النفسية للأطفال للوقوف على مدى الاستجابة لقدراتهم العقلية والذاتية. تاني مرت ناسا هولدان نرى سالمت أنا أكهرت نرى متلمدين سولان فلماننا أصلا تاني مرت ناسا هولدان الصورة فقا سنهولدان الحروف والأرقام والحساب ولوحات والعشرات. المركز النفسي البيداغوجي لأطفال معوقين ذهنيا يضم 50 معوق ذهنيا من مختلف الإعاقات، توحد وإعاقة ذهنية. أهم النشاطات هي نشاطات بيداغوجية ونشاطات ترفيهية. النشاطات البيداغوجية ركزوا فيها على الأمور اللي تتم في إطار برامج، والنشاطات البيداغوجية الخرجات الترفيهية هي اللي ننسق معها مع شركاء مديرية الشباب والرياضة، مديرية الثقافة والشركاء الآخرين. وفي يومهم الوطني أنشطة عديدة قام بها أطفال المركز من خلاله عرض منتجات يدوية، إلى جانبه توزيع كراسي متحركة على هذه الفئة. ونختم بأجواء الشهر الفضيل، حيث انطلقت بولاية مستغانم المسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم والتي احتضنها مسجد والعلامة الشيخ قبورة. المسابقة التي عرفت مشاركة عدد كبير من الطلبة في مختلف الأصناف والفئات ستختتم بتكريم المتوجين في ليلة القدر المباركة. سليم هواري. عمر ومروة فارسان حاملان لكتاب الله في صدورهما، سجل حضورهما في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وكلاهما أمل وطموح في الظفر بالجائزة النهائية على غرار باقي المتسابقين. أشارك في هذه المسابقة في طبعتها الثانية، أشارك للمرة الثانية بغية أن أحوز إحدى المراتب الثلاث الأولى. فنحن نتنافس معهم من أجل الحصول على الجائزة إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. المسابقة عرفت إقبالا مميزا للطلبة وتنافسا كبيرا بين المتنافسين في الحفظ الترتيل والتجويد. كان تقييمنا بالنسبة للمتسابق ولا المتسابقة يدور على ثلاث أمور. أولا الأداء، وهذا يدخل فيه الوقف والابتداء والمخارج والصفات وضبط النطق. تنافس فيها ما يقارب 180 فارس بخصوص المسابقة، بخصوص الجائزة، جائزة السيد الوالي في طبعتها الثانية. هذه السنة هي في الحقيقة من تقاليد مجتمعنا ومن آداب معاملاتنا، وهي جزء من برنامج أعمالنا. المناسبة عينة على غرار باقي المسابقات على المستوى الوطني، والتي تعكس التمسك بالمرجعية الدينية المبنية على الوسطية والاعتدال. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة.